كشفت الدكتورة مريم الجلاهنة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الصحية أن الاستراتيجية الخاصة للاستثمار في القطاع الصحي سيتم عرضها قريبا على المجلس الأعلى للصحة لمناقشتها، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية ستساعد الحكومة في التعرف على المجالات التي يجب تشجيع الاستثمار فيها في القطاع الصحي. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة مريم الجلاهنة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الصحية. دكتورة مريم، بعد التحية، ما هي أبرز ملامح الاستراتيجية الخاصة للاستثمار في القطاع الصحي وعلى ماذا تستند؟ نعم، مساكم الله بالخير. المجلس الأعلى للصحة وضع استراتيجية واضحة لخطة النهوض بالصحة في مملكة البحرين، ومنها أهمية وضع خطة استراتيجية لدعم الاستثمار في القطاع الصحي بشكل عام والسياحة العلاجية. وطبعا من جانبنا احنا كهيئة في هناك عدد من الأمور المهمة اللي تكون موجودة حق أي مستثمر، أن يكون القطاع تنظيم القطاع الصحي واضح، ووجود لوائح وقوانين وقرارات منظمة لأي مستثمر يكون بكل شفافية عارف الإجراءات المطلوبة، ويكون هناك يعني تسهيلات مقدمة من الجهات المعنية بالاستثمار، وبدءا منها لما يبتدي في طلب الترخيص لهذا النوع من الاستثمارات، بحيث أنه نعزز الأدوات الرقابية عند الهيئة واللي تمكن المستثمر أنه يعرف من البداية الإجراءات المطلوبة. فإحنا تنفيذا لهذه الاستراتيجية فتحنا مكتب خاص للمستثمرين في الهيئة من بداية هذا العام لاستقبال كل طلبات الاستثمار أو الاستفسارات أو متابعة الطلبات، وأيضا وضعنا منصة إلكترونية اللي ممكن من أي مستثمر خارج مملكة البحرين أو داخلها يطلع على كل المعلومات المطلوبة. فطبعا الاستراتيجية تركز على الاستثمار في القطاع الخاص ليس فقط على إنشاء المراكز والمستشفيات، ولكن خلق صناعة دوائية وصناعة للمستلزمات الطبية اللي تحتاجها مملكة البحرين والمنطقة كذلك، وتشجيع الاستثمارات في المجالات المساندة للقطاع الصحي سواء كانت تتعلق بتدريب المهنيين أو توفير الخدمات اللوجستية أو المساندة حق القطاع الصحي، مثل تقديم خدمات الطعام والمغاسل الطبية المتخصصة وهكذا. نعم دكتورة، إلى أي مدى يسهم الاستثمار في القطاع الصحي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور؟ نعم طبعا احنا نعرف ان في اشتراطات مهمة جدا للجودة وضعتها الهيئة لكل الاستثمارات في القطاع الصحي، وتحديدا اللي تقدم خدمات مباشرة للمرضى. فإذا جينا للمستشفيات والمراكز، هناك معايير مبنية على المعايير الدولية، وهناك تقييم وبرنامج تقييم يتم تقييم كل العمليات اللي يتم فيها في المؤسسات. طبعا التقييم يتعلق بالإجراءات والسياسات المقدمة ومكافحة العدوى وسلامة المرضى، فأنت تضمن أن على الأقل الخدمات اللي تقدم في هذه المؤسسة تقدم على أسس صحيحة. عندنا أيضا معايير الجودة والسلامة في المصانع، أيضا لها اشتراطات محددة سواء مصانع الأدوية أو المستلزمات الطبية بما تضمن الجودة. يعني لما الهيئة تصدر شهادة تجديد أو تجديد ترخيص أو الترخيص لمصنع أو يكون إحنا تأكدنا من المستلزمات الأساسية للجودة قبل حتى التشغيل، وبعدين مع التشغيل لما يستمر تقديم الخدمات. نعم الدكتورة مريم الجلاهنة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الصحية، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات.